من الأشياء العظيمة التي اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عناية كبيرة جدا جدا جدا، اهتمامه بالتربية، بتربية الجيل، وكان اهتمامه اهتمام مبكر جدا فوق كل ما كان يتصوره الناس من الاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا من قبل الزواج في الاختيار، واهتم بفترة الحمل، واهتم كذلك بالمولود أن يكون أول ما يخرج من بطن أمه يحاط بعدد من الأعمال ومن الآداب التي تجعل هذا المولود مؤهلاً أو مهيئاً في ذاته أن يكون عبداً لله سبحانه وتعالى، صالحاً محفوظاً من الشيطان ومن شر الشيطان ومن الأمراض ومن الأسقام الظاهرة وكذلك المعنوية الباطنة التي قد تصيب الإنسان. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يغمز كل مولود، إذا خرج المولود من بطن أمه يغمزه الشيطان. قال إلا مريم وولدها عيسى، لما؟ قال لأن أمها عوذتها، قالت ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فشوف كيف الذكر في وقت الحمل يحفظ الإنسان من الشيطان ومن بلاء الشيطان. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتنى بالمولود من أول وقت خروجه من بطن أمه أن يكون أول خروجه يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يباشره ذلك الذكر وإعلاء الذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون له حصنا من الشيطان الرجيم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له ولادة الحسن جاء مسرعا فأذن في أذنه اليمنى ثم أقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أذن في أذنه لم تصبه أم الصبيان، وهو نوع من أنواع الشياطين الذي يتخصص في أذية الصبيان وفي أذية الأطفال على وجه الخصوص. السنة الثانية سنة التحنيك، وكان كما جاء عن السيدة عائشة في الصحيح وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، إذا كان سبحان الله الأنصار الرجل إذا ولدت زوجته أخذ المولود مباشرة قبل أن ترضع أمه قبل أي شيء، فيأخذ إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه ويبرك عليه. كان صلى الله عليه وسلم ربما أخذ من ريقه على إصبعه فأدخله إلى فم الطفل حتى يدور بطرف إصبعه على أعلى حنك الطفل. السنة الثالثة في يوم السابع يسن لهذا الطفل أن يسمى. التسمية من السنن المهمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، وأفضل الأسماء أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. السنة الرابعة سنة حلق رأسه، يسن في يوم السابع أن يحلق رأس الغلام، وفي ذلك فوائد كما ذكروا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر مع الحسن ومع الحسين، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك السنة الخامسة يسن أن يأخذ هذا الشعر فيزنه ويتصدق بوزنه فضة، وهذا هو الوارد، وإذا أراد قال العلماء أن يتصدق بذهب فهو أفضل وأغلى وأفيد للمسلمين وللفقراء. السنة السادسة سنة فعل العقيقة، وهو أن يذبح عن الغلام شاتين وعن البنت شاه واحدة. يسن للإنسان أن يخرج العقيقة وأن يطعم طعام العقيقة، ويسن له أن يدعو الناس على مائدة العقيقة، أي أنه يسن له أن يفرح بالمولود فيدعو جيرانه أو أصحابه، ويسن كذلك على كل مسلم أن يستجيب لدعوة العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستجيب لدعوة العقيقة، حتى أن بعض العلماء أوجب الاستجابة لدعوة العقيقة أو لعزومة العقيقة. السنة
السنة السابعة التي هي مما يلزم على الوالد للمولود سنة الختان، كما جاء هي واجبة للغلام ومندوبة للأنثى. يسن إذا هنأنا والدة أو والدة المولود أن نقول بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقك الله بره وبلغه رشده. هذه سنة وردت عن الإمام الحسن، وهي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لاحظنا هذه السنن السبع التي ذكرناها وعملناها في أولادنا وفي بناتنا، سيكون أولادنا هؤلاء أولاد يحيون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يكون ولدي أو بنتي مع بداية دخولهم إلى هذا العالم قد طبقت فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أظن أن هذا سيكون سببا عظيما لأن يتيسر على أطفال هؤلاء أن يعملوا إذا كبروا بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكون أنا قد صنعت أناسا أتباعا مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذواتهم في أيام عجينتهم الطرية الطاهرة صارت مربوطة بسنن وآدابي وهدي حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.